السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم شهيوات حليمة قهمال. اليوم غنوجدوا هذا الطبق ديال الحوت في الفرن، كيجي رائع. نتمنى يعجبكم ونمروا المقادير وطريقة التحضير. بسم الله، نمروا للطريقة في نفس الوقت المقادير. نذكر المقادير بالنسبة للحوت. الحوت هذا يكون شوية صغير على حسب الكمية. المقادير اللي هي فيها معلقه صغيره ديال البزار، ومعلقه صغيره ديال التحميره، معلقه صغيره الكمون والملحه. كنوضعوا كل شيء في البول، كنزيد عليهم مطيشه يعني محكوكه الربع، ثومه واحد جوج ثومات يكونوا كبار، عصير حامضة، وتوابل ديال الحوت إلا كان متوفر. ما كانش اكتفي غير بالتوابل اللي درت في الأول. بالنسبة للمرافقة الحوت درت الفلافل، يعني اختيارية. ديروا فلفلة خضراء إلا كانت موجودة، أنا يعني عندي موجود هاد اللوينات، يعني غير صفر وخضراء وحمراء. ومطيشة دوائر، كديروا هاد المطيشة صغيرة ولا كبيرة. بالنسبة للحامض كديروا دوائر، وفلفلة حارة. كنديروا تقريبا واحد نصف كأس زيت زيتون، ونخلطوا الكل. ناخدو طاوة الفرن يعني ديال الزاج ولا ديال اللي كان، ونبداو نشرملو الحوتة ديالنا. الحوت ديالنا بعد ما قطعناه يعني فتحناه من هنا كيف شفتو، يعني بالموس عادي كما العادة، كنشرملوه ونديرو من تحت مطيشة دوائر صغيرة من تحت، ونديرو الفلافل ونخليو شوية تاني نديروها من الفوق. هاديك لاصوص اللي شاط لينا كنعاودو نصبوها الفوق، يعني ما كنزيدو لا ما لا والو، كنكتفيو حيت الحوت راه كيطلق الماء صافي. وكنديرو دوائر ديال الحامض والزيتون، وندخلوها الفرن طيب. بعد ما طيب غادي تخرج وان شاء الله غادي تشوفوا الطبق النهائي. الحوت ديالنا ها هو وجد، خرجناه من الفرن كيف شفتوا، يعني كيجي رائع، كيجي ملبي، يعني ما فيهش يعني ما فيهش البلول، يعني ما فيهش الماء. اكتفينا غير بالماء ديال الحوت اللي كيطلق، يعني عموما راه الحوت كيطلق الماء. كيف شفتوا لاصوص درتها غير لاصوص اللي درنا في الحشوه واللي درنا مع الخضره. كي شفتوا كيجي رائع. نتمنى تعجبكم طريقتي اللي هي سهله وبسيطه وفي المتناول. كيف شفتوا يعني شهي جدا. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر اللي هو كيكون من ضمن سلسله ديالي اللي كيكونوا ساهلين وبساط وفي المتناول. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.